إكسبرس إف إم الأخبار. نشرة الأخبار من إكسبرس إف إم وهذه أبرز العناوين. رئيس الجمهورية يختم الدستور الجديد للجمهورية ويأذن بإصداره. الجامعة العامة للكهرباء والغاز تكشف أسباب انقطاع الكهرباء يوم أمس بعدة مناطق. وفي الجزائر ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 37 وفاة. نستهل النشرة بالشأن الانتخابي، حيث تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس ختم دستور الجمهورية التونسية الجديد، دستور 25 من جويلية 2022 والإذن بإصداره. وأكد سعيد في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي مساء أمس أنه سيتم وضع قانون انتخابي جديد وإرسال محكمة دستورية في أقرب الأجل. سيتم إن شاء الله في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد، والقوانين الانتخابية حتى وإن كانت دون دساتير مرتبة فإن أثرها على سير المؤسسات ليس أقل من أحكام الدستور. كما سيتم في أقرب الأجال إرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على علوية الدستور، وخاصة لحماية الحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور الجديد، وهي أكثر من الحقوق والحريات التي تم التنصيص عليها في الدستور الذي أنهى الشعب وجوده. سياسيا، افاد الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي خلال حضوره اليوم في برنامج اكسبريس ان تونس كانت تعيش ازمه ما قبل 25 من جويلية من السنه الفارطه، ولكنها اصبحت في حاله انهيار نظرا لان رئيس الجمهوريه لم يجد الحلول اللازمه لتجاوز الوضع الصعب. وفق قوله: اليوم بلادنا دوله على حافه الافلاس، دوله ما عادش نلقاو شكون يقرضنا، اتجهت الى البنوك التونسيه، اقترضت منها من بالدينار التونسي وبالعمله الصعبه. البنوك اليوم ما عادش تمول، ما عادش عندها قدره على تمويل استثمار، لانه ماهوش لاقي حتى جهه في العالم قابله انها تمول الدوله واقتصادها في حاله انهيار، والدوله لا تتمتع بالاستقرار السياسي وما فيهاش اراده وطنيه مشتركه تخلي العالم يتعامل بثقه معها. كان اجدر بالسيد قيس سعيد ان يحيط نفسه بالخبراء ويتحاور مع الاحزاب والمنظمات الوطنيه للبحث على حلول ولتكوين حكومه تحظى بثقه التونسيين وعندها رؤيه وقدره. احنا عندنا حكومه اليوم في البلاد، هذه كل القضايا ما عندها حتى اهميه عند السيد قيس سعيد، وذلك عليها بلادنا كانت في ازمه قبل لأن يعلن على التدابير الاستثنائية، لكن اليوم والتي حالة انهيار لأنه لم يكن قادرا على معالجة أي من الاستحقاقات الحارقة اللي يفرضها الواقع. في سياق آخر، كشف الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة خلال تدخله في برنامج إكسبريسو أن الحرائق المندلعة في ولايات نابل وباجة وجندوبة لم تعد تشكل خطرا على التجمعات السكنية، مشيرا إلى أنه تم إخماد النيران ويتم التعامل مع بعض الجيوب. بالنسبة للداخل الحرائق اللي هي يعني في ولاية جندوبة وباجة ونابل اللي هي بنسب متفاوتة ومتقدمة بالنسبة للعمل السيطرة، جهود متواصلة من اجل اخمادها لكن ما عادش تشكل خطوره. عندنا بعض جيوب النيران في بعض المناطق كما في جمر ركيه قاعدين نتعاملوا معاهم من اجل اخمادها نهائيا، النيران ما عادش موجوده. والاهم والاهم انه ما عادش تشكل خطوره على المناطق السكنيه المجاوره المتاقمه للمناطق الحرائق هذه. وأوضح تريعة أنه في إجراء استباقي ووقائي من أجل سلامة المتساكنين تم أمس إجلاء 5 عائلات متكونة من 22 شخصا إثر اندلاع حريقين بولاية باجة. ولاية باجة البارحة عندنا 2 حرائق اللي اندلعوا، عندنا جبل المسيد هذا في نزرة كان حريق كبير وصرينا فيه مثلا أنه بيتم إجلاء 5 عائلات متفاهم 22 شخص في إجراء استباقي ووقائي من أجل السلامة نتاعهم، حتى باش كان طال نيران متديار المنازل نتاعهم والتجمعات السكنية ذي. كذلك عندنا جبل وادي الزرقاء الحياة. بالنسبة للنفزة وشتاتة نسبة متقدمة، بعض الجيوب فقط ديما نقولوا نسبة متقدمة نحبوش نعطيو مثلا الرقم فقط باعتبار عامل الرياح، مادام سما بعض الجيوب ينجم يتطور الوضع في أي لحظة حتى يتم إخماده، لكن النيران تعاود أجهز بعض الجيوب تاع النيران هذيك ديما نقولوا مثلا نسبة متقدمة، ما نقولوا سيطرة نهائيا إلا إذا ما عادش ثما عندنا جيوب نيران إلا سيطرة كلية في عملية التبريد. مازلنا تو حاليا ما وصلنا لهاش عملية التبريد هذه، ولكن النسبة متقدمة جدا وما عادش شكل خطورة. من جانب آخر، أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز عبد القادر جلاسي في تصريح لقسم الأخبار بحدوث ضغط على الشبكة الكهربائية نتيجة ارتفاع منسوب الاستهلاك، إضافة إلى تسجيل عطب على مستوى الخط الذي يساهم في تزويد تونس بإمدادات الكهرباء، وهو ما أدى إلى انقطاع الكهرباء على بعض المناطق. طبعا زوز أنواع تاع انقطاعات، ثم انقطاعات تسويت أنه ما نجموش نلبيو الطلب الكبير اللي صار على الكهرباء.
الانتاج ما يكفيش طلب تاع المواطنين التونسي. هذا فما منه وهذا سويت العطب كبير صار في شبكه كبيره هي تاع الطاقه الهاشتاج، وفما اعطاب صغيره تصير واحنا متحضرين لها وعنا فرق تاع تدخل سريع. فهمتي الاعطاب هذه صغيره تصير في لي باس دو ترانسفورماسيون في الباس تونسيون في الموين تونسيون اي باس تونسيون، هذوما يصيروا بالحق وهذوما يتطلبوا تدخل الدعوان نتاعنا باش يقع الاصلاح للعطب هذايا. فما اعطاب اللي نتيجه الحراره هذوما قاعدين يصيروا وقاعدين يتدخلوا هذوما مش باش يقصوا لا اليوم ولا غدا. ودعا عبد القادر الجلاسي المواطنين الى ضروره ترشيد استهلاك الكهرباء خاصه في اوقات الذروه من اجل تجنب الانقطاعات المفاجئه. دعوه زي نحن ديما نقولوا فيها ونعاودوا فيها، الذروه ديما تصير ما بين 10 تاع الصباح حتى ال 4 تاع العشيه 5 تاع العشيه. ماذا بينا المواطن التونسي باش ينجم يكون كهرباء متوفر لجميع المواطن التونسي، ماذا بينا ما يستعملش حاجات اللي تستهلك برشا كهرباء في الوقت هذايا تاع الذروه. انا نقول لك تو مكيف تستعمله هذايا ما اوبليجي، ما عندكش شوا، تحط تمبيراتير 26 ديغري. اما مثلا ماكينة صابون تنجم تخدمها في الليل، حديد ينجم الثاني زاد يخدموا في الليل باش يحدد. هذوما حاجات يستهلكوا برشا الكهرباء، كنقول الواعي التونسي هكا يكون واعي وانبوبه تشعل مش في بلاصه تخيل قصه، هذا راهو يخفف على الشبكه ويخلي المواطن الكل يطلع بالنور الكهرباء. في ملف آخر، قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة الإفراج عن رئيسة بلدية طبرقة أمال العلوي على أن تستأنف في الساعات القادمة مهامها، وفق ما أكده عضو هيئة الدفاع قيس المحسني في تصريح لقسم الأخبار. عرض ملف أمال العلوي رئيس بلدية طبرقة على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة. الدائرة التامت بعد نظر في الملف تبين أنه ما فماش خطورة من أمال أو عليها، وبالتالي أن إجراء داحة بالسجن هو إجراء غير مقنع وغير معلل، وعليه قررت الدائرة الإفراج على أمل العلوي من سجن إيقافها بعد سوايع تكون حرة تواصل العمل متاعها بكل ثبات وتواصل العمل متاعها بكل معناها سند ومساندة من جمهور واسع من الحقوقيين والمساندين. من أخبار العالم، أفادت وسائل إعلام جزائرية اليوم بارتفاع حصيلة الضحايا جراء حرائق الغابات إلى 37 وفاة إثر اندلاع 118 حريقا في 21 ولاية جزائرية. الصحفي الجزائري حمزة الحناشي تحدث بأكثر التفاصيل لقسم الأخبار. في آخر تحديث لمصالح الحماية المدنية اليوم على الساعة منتصف النهار في 21 ولاية جزائرية، الأكثر تضررا كان ثلاث ولايات اللي هي الطارف وسوق هراس والصيف. للأسف تم تسجيل 37 وفاة واكثر من 230 اصابه، من بين 37 وفاه هناك 11 طفل وستة نساء. تم اخماد تقريبا جميع الحرائق ما عدا حريقين في ولايه الطارف، يجرى حاليا عمليه اخمادهما. الدوله الجزائريه سخرت كل الامكانيات الماديه والبشريه لمجابهه هذه الكارثه التي حلت بالولايات الشرقيه للجزائر. الحمايه المدنيه سخرت 1700 عون حمايه و280 شاحنه اخماد حرائق. اليوم صباحا الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمن ورفقه عدد من الوزراء في مهمه رسميه لولايه الطارف بامر من رئيس الجمهوريه للوقوف على هذه الكارثة، وصرح منذ قليل أن الدولة الجزائرية ستتكفل بكل الخسائر المسجلة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يختم الدستور الجديد للجمهورية. الجامعة العامة للكهرباء والغاز تكشف أسباب انقطاع الكهرباء. وفي الجزائر ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 37 وفاة. لمزيد من تفاصيل الأخبار وغيرها زوروا موقع الإذاعة راديو اكسبريس اف ام.com. كانت معكم أمل هاني، إلى اللقاء.